بصير دار محمد. السلام عليكم الناس اللي كيبغيو الفضاءات الطبيعية، مرحبا بكم. الان كنتواجدوا في المركز ديال انيمال سيرفيس. هذا المركز كيتواجد في المدخل ديال جبل غولوغو في الناظور من الدخلاء ديال بنينصار. المركز ديال انيمال سيرفيس كما كتشوفوا هنايا كيحتوي على فندق ديال الكلاب والقطوط، دريساج ديال الكليبات، ديال الصيادة وديال الدفاع وديال البحث، تقفي الآثار والبحث. عندنا كذلك الدجاج البلدي والبيض، القنية، السمان، الحجل، طيور ديال الزينة، الكناري، البيروكي، الكالوبسيت إلى آخره، العسل الحر الطبيعي، وعندنا خضار بيو، كذلك عندنا منسمات، أعشاب منسمة. مرحبا بكم. كما كتشوفوا هنا هذا المدخل، هذاك البلاصه اللي ليها هذاك البحر، هذيك المرصى ديال الناظور والمرصى ديال مدينه مليليه. ندير لكم واحد الدورة خفيفة في المركز، والأبواب مفتوحة اللي بغى يجي يزورنا ألف مرحبا. دونك كما كتشوفوا هنا الفضاء ديال الدجاج، فضاء ديال القنية لتحت، هادو البيوت ديال الكليبات، الناس اللي كيسافروا ما كيلقاو فين يخليو الكليبات ديالهم. دونك الفندق كما كتشوفوا هو هذا، كاين على هذه الجهه والجهه الاخرى المقابله للبحر. كل بيت فيه تقريبا 10 متر كاري، دونك الكليب القراحه ديالو كاين حقا حتى الخرفان. وهادو اللي كتشوفوا هنايا هادو بيوت ديال القطط، الناس عاوتاني اللي بغات تسافر وما عندها فين تخلي القطط ديالهم، مرحبا. البيت فيه 8 متر كاري، كل بيت كيشدو قط. الى القطوطه ديالنا هادو ديال الفاج، عندنا البيرسان، عندنا السياموا، عندنا الانغورا، سلالات اخرى. بالنسبه للكلاب كذلك عندنا المزرعه ديال الكلاب، عندنا الانتاج ديال الكليبات، عندنا الكليبات الكبار، الالاباي، الدوك دو بوردو، الدوك دو تيبات، عندنا كذلك المالينوا، البرجي المون ديال الترافاي ديال البوطي، الروت، البيشون، الكليبات ديال الصياده الى اخره. المتواصل معنا المعلومه عندنا البوميرانيان الصغيورين. كذلك عندنا كما قلنا لكم الدجاج البلدي، البيض البلدي، العسل الحره. مرحبا بالجميع.